وآخر يقول أيضا لقد سمعت منكم أن كتابي حياتنا الجنسية ومئة سؤال في الجنس ممنوع بيعها، ولكن هي الآن موجودة في المكتبات في القرى والمدن وبكثرة، كلما نزلت جاءت كمية أخرى، وهذا ما هو رأيكم في هذا؟ اختلاف يعني بين الطلبة والكلمات. واحد الأسئلة هذه الأسئلة المفضلة من هذا الاختلاف بين الأساتذة. السؤال الأول